القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها، آمين. كعادتنا أو عادة كنيستنا بصفة عامة بنحتفل بعيد القديس ماري يوحنا مرتين، مرة في طوبة، أربعة طوبة، ويقترن بأعياد الميلاد، لأن الفترة اللي بتيجي من 29 كياهك عيد الميلاد لغاية 6 طوبة عيد الختان بتبقى فترة فريحي وفترة أعياد. العيد الثاني ليه اللي هو النهاردة 16 بشنس في معظم الأحيان يأتي في فترة الخمسين المقدسة اللي هي بنحتفل فيها بعيد القيامة، فالعيدين بتوعه يقترنوا بالميلاد والقيامة. فترة القيامة اللي هي الخمسين المقدسة الكنيسة بتعيشنا فيها بصورة رمزية أو كعربون، إن احنا بنعيش في فرح السماء والملكوت من خلال أفراح القيامة. احنا المسيح فدانا، لكن بركات الفداء بناخدها على الأرض هنا مجرد عربون، لكن الفرح الكبير هيكون بعد يوم القيامة في الحياة الأبدية في ملكوت السماوات. احنا على الأرض معرفتنا محدودة، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: الآن أنظر كما في مرآة أو لغز، ولكن ستزداد هذه المعرفة بربنا بصورة كبيرة بعد القيامة. وعشان كنيستنا تحسسنا بهذا الشعور وبهذا الوضع اللي هيكون لينا بعد القيامة، فتيجي في فترة الخمسين المقدسة بتركز في القرايات انها تعرفنا اكتر وتشبعنا بربنا يسوع المسيح، لان بعد القيامة او في الحياة الابدية مش هيكون في اي شيء نتمتع بيه غيره، هو الغذاء وهو الشرب وهو النور، مش هيبقى فيه شمس ولا قمر. ومعرفتنا تزداد بيه، وعشان يتحقق لنا دوت فآباء الكنيسة لم يجدوا ما يشبع أرواحنا وعقولنا بمعرفة ربنا قد ما كتبوا القديس يوحنا. لأن زي ما تميز إنجيله ورسائله بمميزات خاصة، ذكر معجزات لم يذكرها أحد غيره، فأيضا تميز إنجيله وكتاباته بأحاديث خاصة بالسيد المسيح لم يذكرها أحد غيره. ذكر أحاديث كتيرة قوي، بعض الأحاديث دهيت
معظم التلاميذ حضروها، لكن عشان تكتب بصورة دقيقة ده كان بوحي إلهي، لأن قال كده الروح القدس يذكر يعلمكم بكل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. فالوحي الإلهي خص القديس يوحنا بهذه الأمور الخاصة، لأن هو قال كده الذي أحبه أظهر له ذاتي، يعرفه أكتر. فبدأ الله يعلن عن نفسه بصورة جلية سجلها لنا القديس يوحنا الحبيب. فكل قراءات الأحاد ومعظم الأيام، يمكن 99% من أناجيل أيام الخمسين المقدسة من إنجيل يوحنا في القراءات، إنجيل القداس، ومعظم الكاثوليكون من رسائل يوحنا. طول فترة الخمسين من أول عيد القيامة والأحد الذي يليه اللي هو بنسميه الأحد الجديد أو أحد توما من إنجيل يوحنا، اللي هو الخاص بالإيمان. يجي الحد اللي بعده خبز الحياة، لأن الوحيد اللي ربنا خاصه أنه يكتب عن سر الإفخارستية القديس يوحنا. في يوحنا زيت 6 ذكر بالتفصيل الشديد كلام ربنا يسوع المسيح على أنه هو الخبز الحي الذي نازل من السماء. يجي في الحد اللي بعده يتكلم عن المية، من يشرب من هذا الماء يعطش، أما الماء الذي أنا أعطيه فلا يعطش أبدا. وده ورد في إنجيل يوحنا إصحاح الرابع في خلال حديثه مع السامرية. بعد كده يتكلم، يبقى يتكلم عن الخبز، يتكلم عن المية، يتكلم عن النور اللي هو نور العالم. يجي يتكلم ده في يوحنا 12، يوحنا 14 يتكلم ان هو الطريق، زي ما احنا بقول لكم في السماء حياتنا كلها تتركز حوالين المسيح، فبيبدأ تركيزنا معاه من هنا على الارض بس بصورة عربون، بناخد عربون من خلال التناول، سر التناول اللي هو شرحه لنا، قال من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية، يثبت فيا وأنا فيه، ويعطى لمغفرة الخطايا. وهو المية، وهو النور، وهو الطريق. الطريق بمعنيين، مرة يتكلم على الطريق
ممكن من خلال وصاياه، وهو ايضا الطريق من خلال ان هو مثل رسم لنا الطريق اللي هنمشي عليه. زي ما بيعمل هنعمل، والخطوات اللي مشي فيها هنمشي بيها. عشان كده القديس يوحنا في رسالته يقول اننا الان نحن اولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم اننا سنكون مثله. يجي بعد كده يتكلم عن الصعود من انجيل يوحنا برضه، وعن الروح القدس برضه في انجيل يوحنا الاصحاح 15، لان في حديث طويل قوي لم يسجل الا في انجيل القديس يوحنا، يمكن خد ابتداء من نهاية الاصحاح 13 و 14 و 15 و 16 و 17. ده كلها كلام لربنا يسوع المسيح. شوفوا لما حد يكون شخصية كبيرة كده ويقول كلام وكلامه ذو قيمة، بيبقى كل كلمة وضعها ايه؟ ده سجل لنا، ده كله حديث متصل. اللي بيها يكون الشبع، اللي هيكون لينا الحياة في السماء. والجميل في القديس يوحنا في اسلوب تعليمه واسلوب كنيستنا بصفة عامة، ما تركزش على السلبيات، ولكن تعلمنا بطريقة إيجابية. ما تتكلمش عن الضلمة كتير، لكن بمجرد النور شمعاية بتنور بتبدد الظلام خلاص. هو الشبع، فالإنسان لما يشبع منه خلاص، النفس الشبعانة تدوس الشهد، النفس المروية يقول تركوني أنا ينبوع المياه الحية، لينكروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. هو المثل الأعلى والطريق، وبالتالي اللي يعيش مع ربنا بهذه الطريقة يلاقي نفسه عايش في السماء. يقول أما سيرتنا نحن فهي في السماويات. مش محتاجين نتكلم أو نعلم الناس من خلال أن نتكلم عن الأمور السلبية. اللي بيبقوا مش شبعانين او مش متذوقين حلاوة وجمال وقناعة ربنا، احيانا حتى لما يجوا يتكلموا عن بعض الامور الكويسة يكلموها بالسلب، يعتمدوا على الاساليب الاجتماعية والنفسية والإنسانية، فيبدأوا عشان ما يخلوناش نعمل الشر يفصصوا الشر كده ويفضلوا يحللوا الخطية ديت أبعادها كذا 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 وتعمل كذا كذا كذا، ويفضلوا يتكلموا عليها بطريقة إيه، يفضلوا يشرحوا في الأمور اللي لا يجب أن نفعلها بدعوة عشان ما نعملهاش. لكن الآباء الروحيين دايما يتكلموا بطريقة إيجابية، لأن الإنسان لما بيضوء ويعيش في النور مش هيحب الظلمة خلاص.
الشيخ الروحاني يقول محبتك يا إلهي أصمتت فيا كل حياة. خلاص طالما في محبة ربنا مش هيبقى في أي حاجة تاني. وقول آخر يقول محبة الله غربتني عن البشر والبشريات. القديس يوحنا سابا لما جه يتكلم عن محبة الله يقول احترق القلم في يدي وتشوطت عيناي من نار محبتك يا يسوع. فخلاص مش محتاج يتكلم على أمور سلبية، ده هي المحبة بتشعل خلاص بتطير كل حاجة. حتى لما يجي نتكلم على ربنا نتكلم عنه ان هو الشبع، هو النور، هو الطريق، هو المية، هو حياتنا كلها، به نوجد ونحيا ونتحرك. فعشان كده يقول احد الاباء ليس من الذي لنا نتكلم عن الذي لك، ولكن تكلم انت فينا يا رب عليك. فتلاقي كلام سماوي روحاني جميل، وده كان تعليم الآباء الحقيقة. لما كنا نقعد مع الآباء الشيوخ في الدير ما يتكلموش عن السلبيات خالص، يوصفوا لنا السماء ومحبة الله وحياة الفرح. فتلقائياً الإنسان يكره الحاجات اللي هي اللي ما تتفقش معاه كده على طول أو تصغر في عينه، لأن كل الإنسان لما يحلق في السماويات الأمور الأرضية بتصغر. شوف الواحد لما بيطلع على جبل عالي الدنيا الرؤية بتصغر، يطلع في طيارة يلاقي الحاجات اللي كان شايفها كبيرة بقت صغيرة. فهنا القديس يوحنا الحقيقة أسلوبه الجميل وتعليمه الروحانية السماوية أعظم تراث تركه لنا للبشرية نتغذى ونتعلم منه. وطول فترة الخمسين زي ما بقول لكم بنقرأ فيه، حتى في الليلة المتميزة اللي بنحلق فيها في السماء وفرحتنا بالخلاص في ليلة أبو غلامسيس يتقري سفر الرؤيا. فهو القديس الذي اختص دون غيره بإشراقات ونبوات عما سيكون في الدهر الآتي. وهذه الروح بتخلينا نشتاق، ترفع أنظارنا لفوق. يقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاهتموا بما فوق. دايما مشتاقين، مش حاسين إن احنا محرومين من حاجة. في ناس يعيشوا في العالم يفتكروا عشان يعيشوا مع ربنا هيبقوا محرومين، لكن العكس صحيح، بيبقوا دايما مشتاقين لأكتر. وده الروح اللي كان عايش بيها القديس يوحنا، لدرجة الإشراقات اللي ربنا أعلنها له خليته يشتاق لي أكتر ويشتاق لمجيئه أكتر. وآخر حاجة ختم بيها ربنا بيقول له أنا آتي سريعا. فرد عليه وقال له الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال. أمين تعال أيها الرب يسوع. بركته تكون معانا ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.